ولذا مشي النهار قالتي لهم نعلن التضامن راكيو المسانده لهم للقضايا لهم العادله مشي كيعطيو مناح الى ابعد ابعد يعني نقطه حنا تحقا نطلب منهم لان نطلب منهم منطقي وخاصه ان سريغي اخوانهم سيمو منير سيمو دور الى اخره مي صورنا مولاي المواقع اللي كنتو غنصورها كيسن كنو تقام بانه ما يصبح ما تقام مزيان مزيان لان تقام شي واحد يقول ضد المشروع كل مشروع مثلا ما ندري على اللي يقعد سنه في المنطقه ماشي ولكن الناس يقول لك المشروع عباره عن ماشي لان اللي يسال ما يتكسر لك يجي المشروع يسمى جريج بالميزانيه شنو اللي ضايص لديك المعمل هذا مش حقوق ما غيرش فما هيك سكوار ومنتا فرمات الشروط المغربية على ربما خمس غالي واحد. غاسن انتماء سياسي باش يجي النقابات ويجي النقابات الشيء وتكبو السياسة يجي النقابات الدفاع في المصالح من دانوا المصالح اللي كيجي النضال كذا هو كيبو غاسبو تكني كتنتخب شي الصوت كايتي حتى الثاني خلا يجي النقابات الشيء وحل ذي النقابات يسبقا في النقابات الفلاحة ولكن ليس في الوالد ولكن شي خلايج النقابة ديال الإقليم النظرة ديال الجهة ديال المغرب بصفة عامة النقابة المهم السمعة باينة فجميع الإخوان وثاني النقابة هي ماشي غير النقابة كنتي في الجحر وقت النقابة وطنية ديال جميع رجال التعليم ديال جميع القطاع ورسم شي نوسيد كإخواني في الجحر نوز نهارا السيج النقابة النقابة حتى الإخوان خكيك بدل ولكن أبدية مقرة هو ذيك الشيء فوز كفوز وذي بارا وربع الإخوان اللي حسنا أدازن تقال الجمعية النقابة قوز زمان شا تعزن قال الشيء ماشي تقلني نادي تيري مدي الزنق قانا سقام يودانا قاقسن أدازن المشروع خاصة قال الشيء ماشي ضد المشروع قال الشيء ما في المشروع بعد تقوم ديوسي شي يلا بقى السلطات كذا تقطعنا تقناد وبعد وقت قانا قانا خلا قانا هذي يولي قد يجلي التزام يجلي التزام يوقع يزيد يولي يزيد راه المجلس ودينا الالتزام بعد تبارك تا تشوف المسائل هذي يوقع هذي ديكاليزاسيون هذي ديال وطن غاف كذا كيسمع مع تما ودوا الاخوان الاشكال الاخوان اللي حضر مرات تقسم شي كلمه كيما غيبدل المريحه كيدس يفهمنا الواقع ما غنعرفش الزوج نشكر الشكر جزيلا انت الاصدقاء اخواني يدان ديال المكتب جميعا نشكرهم خمانية كي نقط كندا خوديه كي نقط كندا لحقاش نشيني في الدحن ان يوضح سي استاذ سي محمد بوجيدا يوضح لنا بان ما نشيني في الدحن قطوره نقصن من الحاله اللي تعيش الحاله لا يرثى لها ديال المنطقه يا سيرتو ديال المنطقه يا الزوديل السيد ديال يوسين ديك المشروع ديال الزوديل ويزد هذا المشروع يتهدد انا سجل التهديد الطب قراني نشي نقرص دائما نقرص بان ماشي نقرا المشروع ماشي ضد المشروع السيد داير خسر المشروع اولا قبل كل شيء نتحمل مسؤوليه السلطات خل البيئه بينما تنيدج المنطقه فلاحيه كما تسلم بينما رخو المنطقه ديس الزياد ديس الخضار ديس كلش ولكن ما نمشي تجيت السلطه لحقاش ما رادينيش البيئه انا شي حاجه اني نتحمل المسؤوليه ولكن اني قاني دائما بينما ما اني غاص معايير دوليه ولهذا شي من يودي المشكل من غاص الاختصاص النص شي المشكل اللي غيتحمل هو مشكل تمور خوتني تسلم بينما الاخوان سرين دي تصريحات الكادي ذي الاخوان الصحافه بينما شي نقاط المورثات المورثه النق ام توران كي نغدا الاهل نسحب تما فاميليا النق بغير 80 90 عام لهني خلق ديني ابا عن جد قشانا ورخو صدق المياه والغابات كان غير تحديد وهمي يودانا ودار البرخ باقع المنطقه وسيد غاون ديني تغت كنا نغديني سونطات بينما نشين قا نجبد امان الكسيب في فتحنا بينما قا خصاص الكمان الى هذه الى غير ذلك ولكن الغريب بالامر نيني تغاس مخرج الزور الحمد لله نشين وفي المادة المثال الأولية الأسمنت كذا ولكن نشين ماني وفي الماني نشين مرحبا في المشروع ألف مرحبا لحقاش المشروع هذا غادي التنمية الإقليم بعدا بصفة عامة يكمل ودي الزلوطين بصفة خاصة تنفع سي بريدن سي المدارس غاسيرين تاخذ الفائض باش تبرمج بريدن دي الدواور دي القرية غادخل ولكن السيدة يسجل الصوريق قريتها مورثان مية والغابات ودي شنو في الدحل
ويودانا غاس العقود زي 1956 1957 بين المانيين غاس العقود رسمي بين ماتم وتنسن ودي شلميه الغبد ورخوش نزداغر نقبة يا نقبة وطنية والحمد لله إجنا نقبة الدفع ذي جميع المداخل المشاكل اللي تهمنا في الدفع سواء في قطاع الفلاح أو الطب أو الصناعة كميكميكا خو نهارا باش نأسس نشي إن شاء الله يجي الفرع نرشينا النقبة زين غنحاول إن شاء الله باش نشينا نسود أو النغ إلى أعلى سلطة بدون تهديدات تسلم كنديو التصريحات النغ بين مدينة بعض الإخوان المسؤولين إذا غير الدم قرنوا مرات سيغي ديمانايا نشي نقدر نتخذ جميع الإجراءات ولهذا نزلنا رانو الجدة باش ندور السكة باش نوجه القطاع نغرشين اثناء السكة باش انا يراك السكة نيشان باش نتخذ الاجراءات نقطة نقطة الى اعلى سلطة وشكرا. هذا كاتب العام لا يلبس امين المال لا يلبس كذا الى اخره ونتمنى يوم التوفيق ونشي من المال في حدا جنب عن طريق طبعا المكتب غادي نشي القرار اليوم ندير التواس. شكرا. النقابة يتيش نفوس الناس مرة يشاو مغربين متضرر غاز قضية عادلة ومشروعة. نتمنى أن يلين الشين في المستوى كي هو وكنا وكنا نظرين كذلك للمستوى. أنا قل المكتب، المكتب هو الإخوان غايسين القضية لهم خاز دفع. لأن لا يمكن مثلا كنا وذي مقتص ربما شكل تمنية مياه 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 لا أقرب عدد كل أشحال لا يمكن التهمار أن يهمة تنفوض مجل عميل يعني ضروري هذه الرجل عدد محدود هذين غير المسؤولين القضية لهم خل الملف المطلب لهم أن ستار أن ستار ربما ستار ربما كيف أن ستار لأن ربما الملف المطلب لهم واضح إيش القضية كيف هذا الملاك رحب نفس المشروع ولكن المشروعات سواء تنشق معلومة أتستخدم كذلك لأن الملك الوقت كيف يبقى أولوية الزنزل مثل الضوء نائب الثاني الجوجين بارك نائب الثالث محمد جري أمين الله عبد الله السيتوني النائب الأول أحمد المؤمني المقرر سعيد مركع 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 سعيد مركع النائب الأول محمد التوتوح المستشار محمد العمراوي محمد المؤمني علي رشيدي